والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. وإلى ميرفت مليجي. إليك ميرفت. شكرا حكمة، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن هناك تعاوناً مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة هاجيمي موري اليابانية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع مدير عام الفرع المصري للشركة الأمريكية عمر الصاحي لدراسة خططها التوسعية من أجل تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري وأفضل بدائل ممكنة للشركة على كافة المستويات التشغيلية. وخلال اللقاء تم إلقاء الضوء على تطور ونمو أعمال الشركة في مصر، والتي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في عدة مجالات من بينها خدمة العملاء والتكنولوجيا. كما تم خلال اللقاء أيضا مناقشة فرص زيادة استثمار الشركة في مصر لتصل مراكز ومحطات الشركة إلى 23 محطة توصيل بنهاية عام 2022، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية والبائعين المحليين مما يسهم في نمو الاقتصاد المصري. تتواصل في مدينة الغردقة فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات، وينظم هذا المؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات بمدينة الغردقة. كما شهدت مناقشات المؤتمر عرضا للرؤى المختلفة حول سبل التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية بتخطيط المطارات. نشكر طبعا المنظمة الدولية للمطارات على استضافتها لمثل هيك الندوات اللي بتعطينا الفرصة للاطلاع على آخر التطورات والتحديثات في موضوع المخططات الشمولية للمطارات، وبنطلع برضو على بعض التجارب للأخوة في المطارات القريبة والمنطقة وإيش الأحداث اللي طرت والتطورات اللي تمت وكيف تعاملوا معها. نتحول إلى أسواق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات متأثرة بموجة الهبوط التي أصابت الأسواق العالمية الكبرى بعد إعلان الولايات المتحدة عن تراجع أقل من المتوقع لمعدلات التضخم. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق مستوى 701 مليار و600 مليون جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات و700 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10397 نقطة، وأغلق عند مستوى 10193 نقطة، متراجعا بنسبة 1.96%. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي تراجع بنسبة 1.34%، والذي فتح عند 2302 نقطة وأغلق عند 2271 نقطة. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي فتح عند 3289 نقطة وأغلق عند 3239 نقطة، متراجعا بنسبة 1.52%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و33 قرشا للشراء و19 جنيها و43 قرشا للبيع. اليورو سجل اليوم 19 جنيها و31 قرشا للشراء و19 جنيها و43 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و32 قرشا للشراء و22 جنيها و46 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و26 قرشا للشراء و5 جنيهات و29 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع.
نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي ارتفعت فيها أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار ليسجل 1704 دولارات للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 954 جنيها، عيار 21 1113 جنيها، عيار 24 سجل 1272 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8904 جنيهات. في أسواق الخليج تراجعت الأسهم وسط توقعات المستثمرين بأن يتخذ البنك المركزي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشدداً بهدف كبح جماح التضخم داخل الولايات المتحدة. وقد تكبدت أسهم البنوك الخسائر الأكبر في جميع الأسواق، حيث يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الإقراض لشركات والأفراد. وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم في السعودية بنسبة 1.4%، وفي قطر تراجعت كل الأسهم تقريبا، وهو ما قاد لهبوط المؤشر بنسبة 1.7%. كما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة 0.9%، وتصدرت أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل الخسائر. وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.2% بعد مكاسب لخمسة أيام، منهيا أطول سلسلة مكاسب في شهر. نهاية أخبار الاقتصاد.